قوله آمين والجهر بها للإمام والمأموم في الجهر. نعم، قول آمين كذلك سنة، قول آمين سنة. طبعا عندما نقول بالبسملة ما عدا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا يقال لها البسملة، وإنما هذه آية داخل سورة النمل. لكن هنا الآمين والجهر بها للإمام والمأموم في الجهر، أي في الصلاة الجهرية. أنت إذا قرأت الفاتحة وأتممتها تقول بعد ذلك آمين، أي اللهم استجب، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. فإذا كنت في صلاة جهرية جهرت بها، وإن كنت في صلاة سرية أسررت بها. هذه كلها سنة لو الإنسان قرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد الله الصمد، صارت صحيحة. أو حتى قال ولا الضالين وركع بدون ما يقول آمين. آمين ليست من القرآن، آمين مثل تكبيرات الانتقال، هي تقال في الصلاة بمعنى اللهم استجب، لأن الفاتحة تضمنت دعاء، فيقول بعدها آمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي سنة مستحبة. نعم.